وزارة caafimaadka Soomaaliland ayaa laga daafuray wajiga talaalka xanuunka COVID-19 munaasabadan oo lagu qabtay xarunta wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka maxamed abdi xirgay iyo masuuliyiin ka socda hay'adaha WHO iyo UNICEF ugu horreyntiina waxaa halkaas ka hadlay masuuliyiinta ku hadlayay afka hay'adaha caafimaadka adduunka ee WHO iyo UNICEF waxaana sharaxaad ka bixiyeen ujeeddada مناسبة دان يونسف دمان دوينها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجاسمي وحن هل كان ما أنت دين نهاي وزارة عفماتك يعني إنه قرش سناسا دوك تايا دقوه قامينوسو يعني إلا فورو والأوليه تلالك عدرك كوفيرك وهو وليكيس دي حتمناد وحن هل كان نتوقنا ما أنت إن يعني أدوه فرتو وأدوه فرتو كان بين كاسي سيدي وبلعب يو يلو سين يدد وين هنا نقول لك على ما يو عذر كا كوفيد 19 كا عذر كا سو لذلك وزارة عفمات كا يدد وينها يو هيدا يد دمان مجتمع الصوماليات صومالي لاند أي أدوه دال جلين أو أه يعني إلا قاتو تلالا دي هوري تاسو غيبوين كا حيد خوصد عدر كا وحن هل كان يعني كتور دوين أمرك هوري هي أدى يونسف وكا هذا شا أقاسمها واحدة عفمات كجود هاي دها يونسف تيم كدو بليو اتشو شقال قوينها وسارد هرمونت عفمات كا دم قليها صحافة دا دمان وان السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كديب وحفلة يا روم كنوا روم كي صديحي طبنات أموري كي صديحي طبنات تلال كنوا إيسان وكلا وسارة دا عفمات كا إيو بارتينرز كا دبليو جو يونس فاي وحكا ودا قبتان دبليو جو هان وحانو ديارون هاي مرلو بينان وسارة دا قرب تاقنا نوع نوكا عاوي نوحي أو باهان تاي دق دقا صدو كلا حانون كان مرحاق نوفيرينا هذا وعلى صوري بود قريي أسبوع هذا ودم بيي أسبوع أنا كوجنا كهري وحكو دو دو لح مليون يبر أو دمشا برجع معنا إذا حنو كوج راولي وأكتف وصعداء دموينه هردن يعني قلنا وحنو كم بدنا هاي مركب وضم مضى سفر قلنا كبدين هاي الله اسكو صعد كبدين هاي ريجن كاي نكمل بدنا هاي دبليو تشو وعلى غير بود قريي هذا ويجي ودم بيي وحكو دو صدنا كون وعصوب كيس يا لغير لغير بود قريي وحصل لو حين تصير أمريكا إن ولي حنون كيتشروا وأكتف في هاي أين إنه أوبا هن هاي إنه مرول بقى كدك تونا إنه إنه كهر تجنو أمريكا وحن كبرين يا ون دمان شعب كنا إن تلال كان ما دام وسارة دي نو بروفيت جريسي شغالي وسارة دي نو شقينا يا وقت جودا يهور يا إن شعب كنا يقاتان سي أي نفتو دا ينو بتبادينو وان وغلط دجالنو دي بتطلع ولي حنون كني أدبوا مع سنتين جيست كلنا وحال كاسي كهادلي أقاسمها قودة وسارة دا عافمات كسومالي لان دكتور محمد عبد الحرقية إساقو كهادلي مهمة دا إولي هاي تلال كوفر سقالية طبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مدح دا وسارة دا هرمارين تا عافمات كالكن شوكتا مدح دا هيد دا يونسف مدح دا هيد دا WHO هالكن نقلق يبقى هذا نيسا بحدة صحافة دا يدمان كسوقيب قلياش حفلة دن كوبان اي نكو دافورة انو وريك كلاو تلالا السلام عليكم ورحمة الله وبركات ارونتي شرف بايه تاينان ماان تهالكن ان كدافورنو وريكي سدحية طبناد وريك كلا او اي نكو قيب قادن انو اي وريكي دي فرح بدنا اي نكو بحين اي تلالكا اي نوغو توق هاي انو حنون كلا يداهدو كرونو فيروسكا سيدا خبرادا هالكن يغو الرئيسي با اي عدايسي حانون كوالي ووجرا انك سومالي لان ويري هاي مرارك قار كود لما صور ربوت غريا مرارك قار كود نكيسي يلا بوال هلا اد بو ويري هاي لكن تا معنى هيدو ماها انو حانون كي تغي هدي انو حانون كي تغي نا انو سيحنا ماها وحي نو ودو اغنى هاي دباتا دي او اغيستي دوني دا وحي نو ودو اغنى هاي دباتا دي او اغيستي ودمدا جاركينا waxay nu wada ognahay intii inaga inaga soo gaadhay ee runtii isku tashi badan iyo runtii talaalo badan
iyo dadkeena oo aynu si weyn u wacyi gelinay ayaa keentay inuu xanuunku ku yaraado Soomaaliland sidaas la mid ah waxaynu doonaynaa inaynu sii wadno talaalkii waxaynu doonaynaa inaynu sii wadno wacyi gelinta aynu dadkeena ka wacyi gelino dhibaatada uu leeyahay xanuunkani inta uu dalkeena ka jiro qof aan talaalayn inta uu dalkeena ka jiro qof aan protected ahayn ummadu maaha safe maaha amma xanuunkaasi dibtiisu waa ay taagantahay sida daraadeed ayaynu wareegan kale oo ah wareeg gi 13aad oo laga qabanayo gobolada dalka oo dhan oo ay tiimam kala duwani wareegayaan gobolada dalka miyi iyo magaalaba oo ay halkaaga kuugu imanayaan aynu qabanay waxaynu ka faa'iideysanaynaa talaalada aynu haynay inaynu dadkeena siino waxaynu ka faa'iideysanaynaa wixii resource ah ee aynu ka helo hay'adaha caalamiga aynu wada shaqeynay inaynu dadkeena uga faa'iideyno si aynu u siino talaalka hortag u noqonaya waxaynu doonaynaa inaynu sii xajino heerka aynu ka taaganahay xanuunka COVID-19 haddii aynu islowsiino oo aynu wacyigelinta deyno oo aynu talaalka ka hadhno waxa suuragal ah inay timaado dhibaato kale sidaa daraadeed ayay wasaaraddu mar walba ay u toogaysaa oo aanay uga nasanayn xanuunkaasi ilaa iyo inta dunida laga dabar jarayo ama dunida oo dhan laga wada talaalayo adduunyadu talaalka waxay ka gaadhay heer sare 85% bay wadamadu talaaleen dadkooda inagu weli 100% ayaynu maraynaa weli ma dhawin talaaladuna way socon doonaan waxaan ku baraarujinayaa dadkeena qofkii aan talaalka hore u qaadanay inuu qaato qofkii hore u qaatayna inuu runtii isaguna eego inuu u baahan yahay poster iyo inaan u baahnayn ama inuu talaal kale u baahan yahay iyadoo shaqaalaha caafimaadku ay kala talinayaan taas ayaa maanta aynu halkan joognaa 30% waa dadka intii si yareed baynu talaalayntii badnayd baynaan talaalin inta hadhay baynu doonaynaa inaynu talaalo waxaynu doonaynaa haddii Ilaahay inagu simo dadku dhow 600,000 inaynu gaadhno oo gobolada dalka iyo degmooyinka dalka oo dhan ah oo aynu ka talaalo coronavirus hawshaasi oo socon doonta muddo 2 usbuuc ama ilaa 16 cisha waxaynu bilaabaynaa 8 cisha ugu horeeyay intaynu taa wadnana waxaynu dejinaynaa qorshaha 8 cisha ee kale iyagana waynu ku daba qaban doonaa haddii Alla yidhaahdo marka waxaa qorshaheennu uu yahay inaynu 16 cisho oo xidhiidha aynu dadkeena talaalo oo aynu ka talaalo xanuunka coronavirus aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasaaraddu waa idin diyaar waxaan doonaynaa dadweynuhuna inay u diyaar garoobaan oo baxda saxaafaduna ay dadweynaha gaadhsiiso inuu jiro wareeg kale oo talaala oo laga talaalayo dadka intii aan qaadan xanuunka coronavirus aad iyo macmiil si aad u hesho internet iyo ku hadal aan xadi lahayn fadlan ku shubo 4,000 shilin oo u dhiganta 24 saacadood garaac xidig 104.4 gees dooro nooca lacagta kadib dooro unlimited dooro lambar 2 oo u dhiganta 24 saacadood kadib geli lambarkaaga kadib pinkaaga Somtel waa shirkadda dadweynaha.